نعت الفنانة هنا الزاهد الفنان الراحل طلعت زكريا طليق والدتها بكلمات حزينة ومبكية ومؤثرة. ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الفيديوهات صورة تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا وعلقت قائلة: دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، وعايز أقول لك إنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله. وتابعت قائلة: أنا عايز أقول لك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك، عمري ما قلت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول ما أعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. وأضافت: فاكرة أول بيض أومليت وقلت لي أعملي مطعم بالهنا والشفا، وإديتني 100 جنيه عشان تشجعني أطبخ. كنت دايما بتقولي أنت هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني، كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيطت اليوم ده. واختتمت هنا كلماتها قائلة: أنا عمري ما حسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، أنا مش مصدقة إني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي، نفسي ترجع وأقول لك قد إيه إحنا بنحبك كلنا، وأقول لك إنك أعظم ممثل، أنا بحبك أوي وما كنتش أعرف إني بحبك أوي كده، هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي، أرجو الدعاء. وهي دي الصورة اللي نشرتها، آخر صورة ليها معاه. وحصلت الصورة اللي حطيتها 451,000 إعجاب في 10 ساعات ماضية، الله يرحمه. ومن ناحية أخرى، أدى المشيعون اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 صلاة الجنازة على الفنان طلعت زكريا في مسجد العمري في محافظة الإسكندرية، إذ رافق الجثمان ذوي الفنان الراحل والعديد من الفنانين ومنهم هنا الزاهد وأحمد فهمي. دي صور من الجنازة النهاردة الأربعاء. ده أحمد رزق حضر، جماهير غفيرة حضرت عشان تشيعوا لمسواه الأخير، وأنا أشرف زكي نقيب الممثلين، ربنا يكون في عونه، كل يومين في جنازة. أنا أشرف زكي مع أحمد رزق، وأنا هنا الزاهد بالأسود في جنازة طلعت زكريا وهي متأثرة جدا. دي صورة أوضح ليها، ربنا يصبرها ويصبر أهله. وأنا أحمد فهمي اللي هو قدام هنا الزاهد، دي صورة برضو أوضح ليه. الله يرحم طلعت زكريا. انتشرت العديد من الشائعات التي تحدثت عن أسباب وفاة طلعت زكريا، ما بين قائل إنها جلطة في القلب وما بين مدع أنها سكتة دماغية، خاصة أن الموت حدث بشكل سريع ومفاجئ. وكانت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا رفضت الحديث عن تفاصيل المرض قبل الوفاة، مكتفية بطلب الدعاء لطلعت زكريا من جمهوره بعد دخوله في حالة حرجة. لكن عمر ابن طلعت زكريا كشف بعد الوفاة أن التهابا رئويا حادا أودى بحياة والده بعد حجزه في المستشفى 4 أيام في غرفة العناية المركزة. ومن ناحية أخرى، فقد سبق وتحدث طلعت زكريا عن محنة مرضه والمصاعب التي واجهته والغيبوبة التي مر بها مع الإعلامية نجوى إبراهيم في برنامج بيت العيلة المذاع على قناة النهار. ووصف طلعت زكريا نفسه قائلا: أخدت عين بعد ما خلصت فيلم طباخ الريس، وقبل ما يتعرض بشهر أصبت بغيبوبة، ويعتبر أنا أطول مريض يقعد في غيبوبة، أنا قعدت فيها شهرين. وشرح الممثل الكوميدي أنه أصيب بمرض نادر يحدث لشخص من كل 1,000,000 شخص، ودخل بسببه في غيبوبة لمدة شهرين، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي لأن الأطباء لم يكن لديهم أملا في شفائه. ورأى طلعت زكريا تجربة مرضه بأنها قرصة الودن بعد ظهور علامات الغرور عليه عقب نجاح فيلمه حاحة وتفاحة.
قائلا المنتجين كانوا ييجوا يسيبوا فلوس ويمشوا. قعدت أفكر في حاجات مش حلوة وماشي بكل شيء خاطئ في الحياة، فلوس معايا كتير جدا والناس بتشاور عليا، فجت القرصة دي. لا اصحى بقى، لأن ربنا اللي خلاك كده، مؤكدا أنه عاد إلى طريق الصواب بعد شفائه. وتذكر طلعت زكريا أنه عندما استيقظ من الغيبوبة وشاهد نفسه في المرآة تفاجأ بشكله. قمت من الغيبوبة كنت خاسس أكتر من 50 كيلو، ولقيتهم رابطين دماغي وحالقين شنبي. دي كانت كارثة سودة. كان عندي كرسي متحرك، قمت وسندت عليه ورحت قدام المراية. ما لقيتش طلعت زكريا، لقيت أم أحمد. وحكى أنه حينها كان في باريس، فذهب يطرق على باب الغرفة وهو يصرخ بسبب شاربه. وكشف الفنان طلعت زكريا أنه أثناء غيبوبته كان يرى أشياء يصفها بأنها لم تكن حلما. كنت بشوف نفسي طاير في سحب وسماء، وكنت بشوف ناس قريبين منهم وشوشهم سودة وعينيهم زرقاء والعياذ بالله، شبه الشياطين. وأكد أن البعض قد يعتقد أن ما تعرض له مجرد أحلام، ولكن الأمر لم يكن كذلك، مضيفا في فرق جامد بين الحلم واللي بقول. أيضا رد طلعت زكريا على شائعة موته التي انتشرت في الشهر الماضي من أغسطس خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي. جعلتني الشائعة أضحك كثيرا، قالوا عني إني فلسعت وتوكلت على الله. ورد زكريا طمأنة جمهوره على صحته وسعادتها، حيث نشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعلق عليها: لسه شوية، في حاجات ما عملتهاش حتى الآن. الله يرحمه. وأوضح حضرتك طلعت زكريا خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج مانشيت القرموطي أنه لا يناقض أحدا في الوسط الفني ولا يثني على أعمال أي مخرج ليعمل معه. أنا بقول للأعور أنت أعور في عيني، عشان كده أنا متأخر جدا ومعرفتش أعمل فلوس، وحتى الفلوس اللي عملتها اتصرفت على المرض، والحمد لله والشكر لله. تزوج طلعت زكريا مرتين، الأولى من صباح وله من الأبناء منها عمرو وإيمي. هنا مع زوجته الأولى صباح. هنا طلعت زكريا مع نجليه عمر وإيمي. هنا عمر وإيمي ابنة طلعت زكريا. ثم تزوج طلعت زكريا في 2004 من شيرين المنزلاوي، وأرجع الفنان المصري طلعت زكريا زواجه الثاني إلى خشيته من الوقوع في الخطأ، خاصة أنه يعمل في مجال الفن المليء بالحسناوات. ديت والدة هنا الزاهد، دي هنا الزاهد مع والدتها شيرين المنزلاوي. أنا هنا الزاهد مع طلعت زكريا ووالدتها وشقيقاتها فرح ونور. وأوضح أن زوجته الأولى لم تعرف خبر زواجه الثاني إلا من الصحف بعد مرضه، وأنه لولا المحنة التي كان فيها لتركت له البيت. لافتا إلى أنه شعر بالإحراج من نفسه عندما واجهه أولاده بالزوجة الثانية، وشعر في بعض الأوقات أن زوجته الأولى لا تستحق منه ذلك. ونفى زكريا بشدة ما تردد عن محاولته الانتحار 3 مرات خلال فترة مرضه، وقال: لم أحاول الانتحار كما تردد، لكنني كنت أعاني جدا من أجهزة التنفس وحاولت أن أبعدها عني، لكنهم فسروا ذلك بأني أحاول الانتحار وقاموا بربط يدي، لكني لم أيأس أبدا من رحمة الله. وعن نشأته أكد طلعت زكريا أن والده أثر في حياته كثيرا وتعلم منه أشياء جيدة، لكنه لم يعمل بمعظمها، لافتا إلى أن أول علقة ساخنة تعرض لها كانت على يد والده بعدما ضبطه وهو يدخن السجائر. واعترفت السيدة شيرين الزوجة الثانية لطلعت زكريا أنه بنى لها فيلا في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وأسكنها هي
وبناتها الثلاثة من زوجها السابق في الفيلا. قال الفنان طلعت زكريا أن ابنته الفنانة إيمي بخير، موضحا أن حادث السيارة الذي تعرضت له اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 منذ قليل حادث بسيط، وأسفر فقط عن تحطم الجزء الأمامي من سيارتها. وأضاف زكريا في تصريح خاص للبوابة نيوز أن إيمي بخير ولم يمسسها أي سوء، إشارة إلى أن إيمي نشرت منذ قليل على صفحتها بموقع انستغرام صورة لسيارتها بعد تحطم الجزء الأمامي منها معلقة الحمد لله. ودي صورة العربية، حادث مش بسيط أوي يعني، الحمد لله طلعت منه بخير. دي إيمي مع والدها طلعت زكريا.